الاتحاد العام للغرف التجاريه. استاذ علاء مساء الخير يا فندم. مساء الخير عزيزه هاني ومساء الخير للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك فندم. تفاصيل المبادره والبيان اللي حضراتكم قدمتوه كغرف تجاريه. فندم يعني يمكن بدايه مصر شعبا وحكومه زي ما حضرتك اشرتي وبرلمان كلنا واقفين صف واحد ورا فخامه الرئيس في اي مبادره بيقوم بيها. وهذه المبادره طبعا يمكن على قلب الشعب المصري بالكامل. الاتحاد عمره متاخر عن اي مبادره سواء اعاده اعمار او مكافحه كوارث في مصر او للدول الشقيقه. نعم. احنا يمكن بمجرد صدور مبادره فخامه الرئيس اعلنا وقوفنا خلفها تماما. في نفس الوقت المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد قام بتشكيل غرفه عمل صحيح داخل الاتحاد. تم مكاتبه معالي وزير التجاره والصناعه للحصول على ترخيصها لقبول التبرعات. احنا بنمثل 5 مليون منتسب من تاجر وصانع ومؤدي خدمات. في نفس الوقت تم تفعيل كافه الغرف والشعب للحصول على تبرعات سواء نقديه او عينيه او عينيه لان طبعا محتاجين مواد اعاده الاعمار من صحيح. مستلزمات بناء وغيرها. ايه تاني ممكن يكون مقدم من الغرف التجاريه غير مستلزمات البناء؟ وان كان مستلزمات البناء ده شيء عظيم طبعا. في نفس الوقت الأغذية والمستلزمات الطبية لأن طبعا هناك حاجة إليها بعد الدمار اللي حصل. نعم. سيادة النائب محمد أبو العينين بصفته ليس وكيل مجلس النواب ولكن بصفته رئيس الشعب العامة للمستثمرين في الاتحاد قام بالتواصل مع كافة المستثمرين في مصر للتبرع سواء نقدي أو عيني. هناك تحرك على مستوى الغرف والشعب. سيادة النائب محمد أبو العينين الحقيقة في المواقف دي تلاقيه موقفه واضح وإجراءه وتصرفه سريع وعلاقاته قوية جدا كمان بمنتجي مستلزمات البناء ودي مهمة بالنسبة لي. صحيح. في تحرك من أقوى ما يمكن بيتعمل وسيتم تسليم كل ذلك إلى الحكومة لتقوم بتوصيلهم إلى الأشقاء في قطاع غزة. في نفس الوقت يمكن ابتدينا نسعى من خلال علاقتنا مع الاتحادات النظيره في مختلف دول العالم لتحريكهم سواء للحصول على الدعم السياسي او للحصول على معونات. يمكن قمنا بهذه التجربه في بعد حادثه مرفأ بيروت. نعم. قمنا بها قبل كده اثناء اعاده اعمار العراق وليبيا. قمنا بها اثناء السيول في مصر. فيعني لدينا الخبره في سرعه التنفيذ. صحيح. في هذا المجال والدور مستمر ودي يمكن البذره اللي زرعها فخامه الرئيس بالمبادره بتاعته. نعم. ان شاء الله المجتمع بالكامل واحنا كمجتمع مدني ومجتمع اعمال. نعم. ان شاء الله هنقوم بدورنا فيها ان شاء الله. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا.